نبتدي بقى الكلام عن اكاديميه النادي الاهلي والعمل الجديد ان شاء الله، تعال نسمع التقرير ده الاول ونرجع نبتدي الحوار مع بعض. كان ولا يزال النادي الاهلي هو المدرسه التي يتعلم فيها ابناؤه المبادئ والاخلاق والقيم قبل الرياضه وكره القدم. خالد جدالله واحد من تلك الاسماء التي شربت وتعلمت في الأهلي وصارت على مبادئه. لم يكن نجم الأهلي السابق مميزاً كلاعب كبير في كرة القدم فقط، ولكنه كان مثالاً يحتذى به في الأخلاق والسيرة الطيبة والقدوة الحسنة للأجيال الجديدة. هو أحد نجوم ورموز الجيل الذهبي بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني. بدأ مشواره مع القلعة الحمراء عام 1975 عندما ضمه الجنرال الراحل محمود الجهري من نادي هليوبوليس، وتدرج في جميع المراحل السنية المختلفة. خاض أول مباراة رسمية له مع النادي الأهلي عام 1977، وكانت أمام المصري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. كان خالد جدالله الذي لقبه الناقد الرياضي الكبير الراحل نجيب المستكاوي بالفناجيل الصغير، كان أحد أفضل نجوم حقبة الثمانينات، واستمر لاعبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق الأول بالنادي الأهلي لمدة 12 عاما، وبالتحديد من عام 1977 وحتى عام 1989. لعب خالد جدالله إلى جانب أشهر نجوم كرة القدم المصرية أمثال الأسطورة الكابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد، ونجح في حصد أكثر من 20 بطولة مع النادي الأهلي ما بين دوري ممتاز وكأس مصر وبطولات إفريقية، كما أحرز خلال مشواره الكروي 87 هدفا، ومثل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والشباب، واعتزل اللعب رسميا عام 1989 مفضلا انهاء مشواره بين جدران القلعة الحمراء صاحبة الفضل في شهرته، رافضا الانتقال لأي ناد آخر رغم العروض العديدة التي تلقاها وقتها من أندية أخرى كانت تريد الحصول على خدماته. بدأ خالد جدالله مشواره التدريبي في مدرسة الكرة بالنادي الأهلي، ثم التدرج بفريق الناشئين والذي حصل معه وحقق أيضا بطولة نادي الوحدة الإماراتي الدولية تحت 17 سنة مع الأهلي، وهو ما أهله لتولي تدريب منتخبات مصر في الناشئين عام 86، وقدم للكرة المصرية وقتها عددا من المواهب الفذة والبارزة. الآن يتولى خالد جدالله مهمة جديدة في أكاديميات الأهلي، نناقش معه مستقبل المواهب الجديدة وتطوير أداء المدربين.